النهارده الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي هيواصل تدريباته استعدادا لمواجهه الانتاج الحربي ده في الدوري اللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله الجاي. حرص فايلر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين امبارح علشان يوضح سلبيات وايجابيات مباراه انبي والاخطاء كمان اللي حصلت اللي عايزه تتعالج ان شاء الله تكون يعني الفتره الجايه مش موجوده. فايلر كمان عقد جلسه مطوله مع سيد عبد الحفيظ مدير الكره لمناقشه عدد من الامور الاداريه اللي بتخص الفريق واللاعبين في الفتره اللي جايه والبرامج التاهيليه للمصابين كمان. خلينا نقول بالتوفيق دايما ان شاء الله لفريقنا في كل مباريات واحنا متابعينهم لحظه بلحظه. تعالوا بقى نروح لنقطة تانية وتفصيلة تانية دلوقتي زي ما حضراتكم أكيد متابعين بقى فيه في مصر كتير جدا من الفعاليات الرياضية.